السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحييكم وعلى الخير دائما نلقاكم. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصدق أعزائي المشاهدين ليس فقط قيمة أخلاقية، بل هو صميم الإيمان، فالإيمان أيضا هو التصديق. الحديث عن الصدق وأبعاده في الأخلاق وأبعاده أيضا في الدين موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ومعنا الدكتور علي أبو زريق، الأستاذ علي أبو زريق الباحث الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور علي. أهلا بكم. حياكم الله. الله يخليك. أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. يعني بداية دكتور، الحديث عن الصدق ربما يقتضي أن نعرف لغة واصطلاحا، ولكن قبل أن نفعل ذلك، يعني هذه العلاقة ما بين الجانب الأخلاقي والجانب الإيماني في الحقيقة، أنه دائما في الإسلام، ربما ميزة في الإسلام أنه دائما كل شيء يرتبط بطريقة يعني جميلة جدا بعضه ببعض، خاصة الإيمان. الإيمان كأنه يجمع ويلتقي بالعمل والسلوك والمعرفة والأخلاق. فهل هذه سمة فعلا تراها يعني خاصة في الإسلام، أو أنها ربما فيها ميزة في الإسلام؟ يعني ذكرتني بمقولة للمرحوم الإمام محمد عبده رحمه الله، أسمعها بكثرة هذه الأيام وبكثرة تضايقني. قال محمد عبده لما كان منفي في أوروبا، وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين. كثير في هالأيام بسمع أصدقاء بيروحوا على أوروبا أو بيقرأوا عن أخلاق الغربيين، فبيقولوا هذا هو الإسلام وإحنا فقط مسلمين. هذه المقولة، وحضرتك الآن رديت عليها بقوة، مقولة من يظنون أن الدين وحده هو الذي أمر بالقيم، كأنه لم يأمر أحد بالصدق قبل الإسلام، لم يدعو أحد للعفة قبل الإسلام أو قبل الأديان. الحقيقة لا، هذه أخلاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. جميل. فالفطرة تدعو للقيم العليا جميعا، الصدق، العفة، العدالة، الحكمة، الشجاعة، الكرم، الإنسانية، التعارف بالمحبة والود، هذه قيم الإنسان السوي. جميل. التي فطر الله الإنسان عليها. الأديان نزلت لتؤكد هذه القيم وتربطنا بالله عز وجل، وتربط القيم بالإيمان بالله عز وجل. لكن ليس أي دين من بدأ هذه القيم، هي قيم الإنسان. جميل. يعجبني قول كانت بهالمناسبة في نظرية المعرفة لما قال الفطرة البشرية من ثوابت الكون، من ثوابت المعرفة الإنسانية، تماما كقوانين الفيزياء. يعني كأنك تقول أستاذ علي بأنه الفطرة هي خلق إنساني يولد الإنسان عليه، وبالتالي هي قيمة إنسانية جامعة. يعني هذه الفكرة أن الصدق هو قيمة إنسانية جامعة، كيف نستطيع أنه إحنا نثبتها؟ كيف نستطيع أن نجعلها أيضا في وعينا الإسلامي، أنه مش أنت بس كمسلم أو أنا كمسلم أنه إحنا نحب الصدق، بل الصدق ربما هو القاسم المشترك الأكبر، يعني كفضيلة أو كقيمة. نعم، هو يعني في أداب الشعوب جميعا الصدق يمدح والكذب يذم. يعني إذا عدنا للفلاسفة المفكرين الغربيين، نبدأ من اليونان، وحقيقة وفي الهند وفي الصين وفي إيران وفي مصر القديمة، حيث كان فكر مسجل، هناك تمجيد للصدق واعتباره قيمة أصلية، واعتباره نهج قوة، ومحاربة الكذب كصفة دنيئة تدل على الضعف، تدل على الانحراف. فليس الدين وحده من دعا للصدق، هذه هي الدليل. ثم كل البشر، الجميع يتظاهر بالصدق، حتى غير المتدين. نعم، حتى غير المتدين يعني يحب أن يكون حتى الكذاب يتظاهر بالصدق. لا أحد يتفاخر بكذبه. جميل. طيب من ناحية لغوية، يعني نحن نعرف أن اللغة العربية لغة ثرية، وأنه الدلالة اللغوية أيضا قد تؤثر بالدلالة الدينية. طبعا. يعني المعنى اللي هو بسموه العلماء معنى الوضع، المعنى في أصل اللغة. فإحنا يعني لو، وأنا أعرف أنك تحب اللغة ورغم تخصصك في الزراعة، إلا أنك يعني تغوص في جذور اللغة لتبحث عن هذه المعاني التي ربما كثير من الناس لا يعرفها. ماذا من إشراقات أو إضاءات في هذه القضية؟ يعني
الموجود في المعاجم العربية كما هو في غيرها. الصدق هو المطابقة للواقع، الصدق هو قول الحق، الصدق ضد الكذب. تجد هذه المعاني في القواميس، وتجدها أيضا عند المنظرين الفلسفة والمفكرين على امتداد التاريخ البشري. الصدق هو أن نصف الأمر كما هو. عجبني قول الفيروز أبادي كعالم لغوي، يضع للصدق شرطين، يقول الصدق هو مطابقة ما في الضمير وما والمخبر عنه. يعني أنا بدي أوصف شيء معين، بدي أقول محمد رسول الله مثلا، محمد رسول الله، أنا أخبرت الآن عن محمد أنه رسول الله. الحقيقة الشرط الأول أن يكون محمد فعلا هو رسول الله، وهو فعلا عليه السلام رسول الله. الشرط الثاني أن أكون أنا في داخلي مقتنع، ضميري مقتنع أن محمد رسول الله. إذا لم يكن كذلك فأنا كاذب. والله هي النقطة يعني دكتور علي بتخليني يعني أنا أشعر بأن الصدق يعني له جانب معرفي، يعني غير القضية الأخلاقية والنية الطيبة وأنها تمثل فطرة إنسانية. هذه النقطة بالذات كلام الفيروز أبادي يعني يجعلني أشعر بأنه الجانب المعرفي في الصدق، أنه كيف تنقل المعلومة صح، كيف تكون يعني متثبت من صحتها وبنفس الوقت صادق في قولها. لأنه هو الصدق حقيقة، الصدق في أصل معناه حضرتك تفضلت أنه نبحث عنه في اللغة، الصدق فيه بالإضافة للمطابقة الواقع فيه سمة القوة. لذلك في جملة تقال للتهكم، فلان يكذب بصدق، يعني بقوة، بقوة ومترمش عينه، مش زي الكذاب العادي أجلكم الله. يعني الصدق مش مبين عليه يعني. نعم مش مبين عليه. فالصدق أيضا من صفات القوة، نقول رمح صلب، صدق أي صلب. فالصدق قوة، والصدق مطابق للواقع. الصدق يعني لا يتفق مع أي صفة من صفات الضعف. جميل. كالكذب. أنا يعني أعذرني على المقاطعة أستاذ علي، وجدت لك كلام أنك تفرق بين الصدق والحق. نعم. وهذه قضية كمان بدها توضيح، يعني هل كل إنسان يعني صادق هو على حق، أو أنه والله قد يكون الإنسان صادق ولا يصل للحق؟ يعني ما العلاقة ما بين الصدق والحق؟ هو في مساحة مشتركة بين الصدق والحق، هو قول الحقيقة. لكن الحق يعني بالمناسبة أحمد أمين يعرف الصدق بأنه هو قول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق. هذا تعريف قضائي. الحق أن أصف الشيء كما حدث بغض النظر عن مشاعر الشخصية. يعني هذا إذا ذكرت الشيء كما رأيته ولم أكن مؤمنا به فأنا قلت الحق. هذا يعني نقص شيء من تعريف الفيروز أبادي الآن. ثم أنا قد أذكر الحق وأنا كاره له. إذا كنت أنا إنسان صادق دعيت إلى المحكمة لأشهد في قضية، فأصف الأمر كما حدث سواء كنت راضي عنه أو غاضب، هذا هو الحق. الحق هو في الغالب شهادة، ويعتمد على المعرفة، ويفضل أن يكون معه معرفة حسية. لكن بعد النية والدافع غير موجود ربما، ما له علاقة، ما له علاقة. أيوة. إلا إذا كان الشاهد كاذب أجلكم الله ومنحرف فيزور. فقد يقول الإنسان الحق ولا يكون صادقا. نعم. جميل. الصدق لا، يجب أن أكون نابعا بعواطفي معه، بضميري. يعني كما قلنا أنا أشهد أن محمد رسول الله بقلبي قبل أن ينطقها لساني. والله هون أستاذ علي اسمها لي يعني المقاطعة، بس أنا يعني لأنه فعلا حوار وأنا يعني أتعلم من هذه الأفكار الجميلة. عندما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله، فأشار إلى القمر أو إلى الشمس، عفوا إلى الشمس، وقال على مثلها فاشهد. يعني هل الشهادة هذه، شهادة أن لا إله إلا الله، تحتاج من الوضوح والتثبت وبالتالي الصدق، كأن يرى الإنسان يعني الشمس، كأنه يصف الشمس من ناحية إحساسه بهذه الحقيقة؟ نعم، هذا هو اليقين. هذا اليقين. نعم، هذا أكثر يعني أكثر من الإيمان حتى. نعم. كأنه رآه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو اليقين. هناك يعني قصة كنا نتبادلها في الشباب، سئل علي بن أبي طالب عن الفرق بين الإيمان واليقين،
قال بينهما أربعة قراريط. ما معنى الأربع قراريط؟ الأذن والعين. جميل. أسمع فأصدق فهذا إيمان، أن أرى فأصدق أو أحس فأصدق أو أقيس بالمسطرة فأصدق هذا هو اليقين. جميل. فهذا الرجل البدوي البسيط أشار إلى الشمس كما يرى الشمس، يؤمن بالله كما يرى الشمس، فقصد أن إيمانه يقين لا شك فيه. وذكرتني بمقولة أيضا تقول بأن المسافة ما بين القلب والعقل هي شبر. نعم. ولكن أغلب الناس يعني هي بمثابة آلاف الكيلومترات. نعم. ما بين القلب. نعم. والعقل. نعم. يقول شيئا. نعم. نعم. طيب دكتور علي، أستاذ علي، هي مقولة أيضا للإمام علي رضي الله عنه، يعني الإمام علي يحضر اليوم بقوة بيننا. سبحان الله العظيم. طيب بقول ليس من عرف الحق، ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. أحيانا الإنسان قد يكون صادق. نعم. ويطلب الصدق. نعم. ولكن قد لا يصل إليه. ما رأيك في هذه القضية؟ نعم، يبقى صادق ويبقى صادق. نعم. يعني الحقيقة هي أحد المفكرين الغربيين يتعرض لهذا الموضوع. بيقول أحد يعني يفصل هو الصدق إلى عدة بنود، منها هذا البند الذاتي بسميه أو الواقع الذاتي. في الواقع الذاتي أنا تربيت على مذهب معين، على دين معين مثلا، على عقيدة، وهذا اللي قصده الإمام علي، أنه هو بحث عن الحق في مجال العقيدة والدين. عقيدتي هذه تقتضي نسق فكري معين، إذا قبلت أو تظاهرت أنني قبلت شيئا لا ينسجم مع هذا النسق فأنا كاذب. إذن في علاقة، في علاقة ما بين التصور المعلومة. نعم. وبين الصدق، ولكن أحيانا قد لا يستطيع الإنسان، يعني أنا قد أكون إنسان صادق. نعم. فأقول بأنه أفضل وسيلة لحراثة الأرض مثلا هي البقرة. نعم. ولا أعرف وجود تراكتور مثلا، نعود للأمثلة الزراعية. نعم. فأنا لا أعرف بوجود تراكتور. نعم. وأقول بأن أفضل وسيلة لزراعة الأرض هي لحراثة الأرض هي البقرة. نعم. أنا صادق. نعم صادق. هي تقريبا أنا صادق شبيهة بهذه القضية. نعم. شبيهة. لذلك عند هذه النقطة، نقطة النسق النفسي للمؤمن أيا كان إيمانه. نعم. يتدخل القرآن ليحميه. القرآن يتدخل لحماية هذا الإنسان. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو حقيقة ربنا حط التبرير اللي بتقبلوا الناس وقال بغير علم هذيك الأيام. نعم. لكن حقيقة في أمر آخر، إذا أنت سبيت دين إنسان أو شككته بإيمانه أو بربه أو بمعبوده مهما كان المعبود، بتحطم النسق اللي في نفسه. صحيح. وقد يتحول إنسان منحرف. صحيح. يدمر أولا غير صالح للحياة، يدمر حياة المجتمع من حوله حسب متشر اللي عنده. يعني أستاذ علي، ليس المطلوب أن تحطم هذا الشخص أبداً. الذي يختلف معك بالتفكير، ولكن لا يجوز أن تعينه على فهم الموضوع. نعم، بالتدريج إذا بدك. جميل. لكن هو لا تقول له كافر مثلا، لا تقول له كذاب، لا تقول له هذه ضلالات، لا يجوز، لأن أنت بتحطمه. جميل. الأصل أنه يترك للإنسان حرية، وهو بيفكر في الحياة، بيفكر في الصح وفي الخطأ. والحقيقة يعني أنا آسف أنه اقتربنا موضوع الدين. لا هو يعني هو صميم الموضوع. نعم. صراحة دائما الدين والأخلاق، يعني سنواصل حديثنا. نعم. أستاذ علي أبو زريق، أعزائي المشاهدين، سنواصل حديث حول الأخلاق والدين مع ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ علي أبو زريق، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم أيها الأعزاء، ومواصلة الحديث حول الأخلاق وعلاقتها بالدين. يعني أستاذ علي، أعتقد أرسطو كان يقول إنه الفضيلة دائما تكون بين رذيلتين، فضيلة. نعم. بين رذيلتين. فإذا قلنا الصدق هو فضيلة، فما هما الرذيلتان اللتان يعني في الأعلى وفي الأسفل؟ يعني كما هو الحال في الشجاعة، فهناك التهور المبالغة في الشجاعة أو الجبن مثلا واضحة. نعم. لكن موضوع الصدق فيه صعوبة. نعم. ما هما الحدان، الحد الأعلى والحد الأدنى؟ لما بدحك عن أرسطو بدحك عنك دكتور. أنت محاور ممتاز. الله يسلمك. لأنه هو نجح في كل الفضائل التي ناقشها. نعم. إلا بالصدق. إلا بالصدق. نعم. فهو كان يقول الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، هي الموقف المعتدل.
اللي هو يدل على صلابة حقيقة، إنه ما حد بزيحه إلى هذا الجانب أو إلى هذا. فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، الكرم وسط بين البخل والإسراف، وهكذا. وكأنه وسط الشيء هو أقوى ما فيه. هو الأقوى، هو الناحية القوية داخل هذا الجسد بتكون. حتى إحنا باللغة العربية الأوسط هو الأعلى. الأعلى. الوسط هو الأعلى. يعني إلا في الصدق، هو يعني الصدق هو الأقوى وهو الاعتدال. لكن لما وضع المثل هذا اللي قصدته إنه فشل، لما وضع المثل قال الصدق وسط بين الفخفخة والترفع. الفخفخة عفوا، هو ما قال الترفع، قال الوسط، الصدق وسط بين الفخفخة، وما كمل الجملة. بعدين هو يشرح، تحدث عن شيء سماه الترفع. حتى بعض الفلاسفة اللي درسوا أرسطو ما فهموا شو قصده. الفخفخة واضحة، إنه أنا أتظاهر بأن أنا عظيم من ثري. إحنا بنسميها التبجح نفسه. باللهجة البسيطة يعني. نعم. طب الترفع بده يكون إقبالها، لكنه لما حكى عن الترفع ما كان إقبالها في الحقيقة. الترفع كان الشخص الذي يميل للتهكم وبصغر نفسه أمام الجماهير. أنا أظن أنه قصد بالترفع الزهد، لأنه ضرب مثل بشخصية سقراط، وسقراط رجل زاهد بالناس. أيوة. وبما لديهم بدنياهم واحترامهم ومراكزهم وجهتهم. فأظن أنه كذلك هذا النوع موجود، الفخفخة موجود طبعا نراه كثيرا، والترفع أو اللي أنا بسميه الزهد أيضا موجود، إنه هو لا يطمع بشيء مما في هذه الحياة الدنيا، فيظهر نفسه أقل مما هو لأنه ما بده شيء، ومنسحب من ما يعني يملكه البشر. يعني كأن هذا الشخص الذي يظهر نفسه يظهر نفسه يعني دنية ويزهد، وكأنه يعني يجعل الصدق غير مهم، وهو ظلم يعني نفسه أيضا من هذه الناحية. في مفكر ثاني من تلاميذ أرسطو، بارتلمي سانت هيلير، هو أستاذ جامعي فرنسي بالقرن 18 أظن، شرح عبارة أرسطو هذه أو حاول يعالجها، فقال الصدق وسط بين التنفج والتعمية. التنفج هو نفسه زي ما فضلت التبجح والتفخفخة، أنه يكبر كل ما له به علاقة، بيكبر نفسه، بيكبر دينه، بيكبر مقدسينه، يمكن أن يرفع بعض البشر لمنزلة إله كما نرى في بعض المذاهب الإسلامية. هذا هو التنفج. التعمية بالعكس تماما، لكن يعني بلؤم يمارس بمكر حسب سانت هيلير، أنه يقلل قدر ما ليس له، أعداؤه منافسيه. فالصدق وسط بينهما، أن أعترف أن أعطي نفسي حقها بلا زيادة أو نقصان، وأعطي عدوي حقه. هذا هو الصدق. بالمناسبة ليش قلت أنت محاور ممتاز، لأنه في مفكرين مسلمين أيضا اعترضوا على هذه، على رأسهم أحمد أمين، بيقول لا، الصدق ليس وسط، لأنه في صدق وكذب فقط، فأين هي الوسطية؟ كما العدل، يعني هو أشار للعدل للصدق وللعدل. والعدل والعفة فش بيناتهم، هذه الصفات ليس بينهما حل وسط، إنه الإنسان بيكون عادل أو ظالم، عفيف أو دنس، صادق أو كاذب، هكذا رأى أحمد أمين رحمه الله. طب دكتور، يعني الجانب الفلسفي، يعني دائما لما نحكي عن الفلسفة اليونانية قد يشعر البعض بأنه الفلسفة بعيدة عن الدين، بعيدة عن الأخلاق، وبالتالي هي شيء نقيض للدين. لكن يعني واضح حتى من خلال كلامك أستاذ علي كيف أنه اليونان، أرسطو على سبيل المثال وذكرت ذلك، يعني كأنه يؤكد كثير من المعاني التي نقولها نحن كمسلمين، كأيضا في الديانة المسيحية، في الأديان الإبراهيمية، هذا التقارب. يعني ذكرتني بمقولة لمفكر عربي من الأوائل هو المرحوم أحمد لطف السيد، كان يقول سيدنا أرسطو رضي الله عنه. فبالعكس لا فرق بين أرسطو، بكلام أرسطو وكلام الدين، سواء أقصدنا بالدين الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، هذه إحنا أدياننا الثلاث في هذه المنطقة، وهي جميعا تدعو للفضيلة، تدعو للصدق، تدعو للقيم العليا. كذلك كان أرسطو في آية في سورة آل عمران، سأعلن فهمي لها الآن أمام بين يديك، تكذب ظنون الناس. ماذا تقول هذه الآية؟ عن الأمم التي لم يأتها أنبياء وظهر منها مفكرون واحترموا مفكريهم. تقول، أنا لست حافظا جيدا حقيقة، إنما أتذكر ذاكرة منيحة. نعم. يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى بقية الآيات إذا لخبطت شوي استحملون، أنزل نزل عليك القرآن بالحق
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نعم. في بينهم حروف عطف، يعني هذه ليست شيئا واحدا. في عندنا قرآن، بعدها توراة وإنجيل وفرقان، وفرقان معطوفا على الثلاث. التوراة والإنجيل والقرآن ربنا نزلها لآل إبراهيم، وهذه واضحة. واضحة. ما هو الفرقان؟ الفرقان هو العقل، الحكمة. جميل. فترك بقية الأمم لأنها تحترم عقولها. لكن لماذا قال أنزل الفرقان؟ لأنه خلقه مرة واحد يعني. لأنه هو الذي وهبه ربما. نعم، هو وهبه للإنسان. استخدم نفس الفعل. يعني يظهر سؤال لحضرتك غير جوابي. أنت سألت بدك شوف قيمة أنزل زمنيا. نعم. أنا رحت لأنزل كما نزل وأنزل بتاعة التوراة والقرآن. نعم صحيح. يعني أولا هو خلق مع الإنسان، ثم وهبه الله، ثم يستمر الله سبحانه وتعالى بأن يهب أن يلهم البشرية مازيدا من الحكمة، ما لم تعتبر وتحترم هذه الآلة التي وهبت لها. يعني نعم. كثير يعني حتى في القرآن يعني مش منتبهين إنه في إلهامات اعتبرت إنزال، في كتب ألفت من قبل ناس يعتبر البعض بظنهم أنبياء بعضهم لا، ألهموا حكمة واحترمها الله وعملها كالكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل والقرآن. سأتوقف هنا وأنا أعود أفضل إن أعود لي. لكن قبل أن نعود لأرسطو معركة يعني. يعني هناك مع الناس أيضا مش وأنزل الحديد أو أنزلنا الحديد. يعني أيضا هو أيضا بمعنى خلق أحيانا، يعني قد يستخدم بمعنى أوجد الحديد. في شغلتين حقيقة. شرط أن يكون يعني في السماء ثم نزل الأرض يعني. في شغلتين هم بعض بوظفهم مربكات، أنزل الحديد وأنزل الأنعام، وأنزلكم الأنعام. وبيقولوا أنه لو نزلت الأنعام قبل آدم، والأنعام أنزلها لكم. لو نزلت قبل، لو كانت مخلوقة زي قبل آدم كان ما قدرت تقاوم الوحوش الضارية، كان فنيت. البعض يظن هذا وليرد عليه. ثم أنزل الحديد، قرأت من مرجع كتاب أمريكي أنه الحديد لم يخلق مع الأرض، خلق في كوكب ما قبل خلق الأرض. مع خلق الأرض لما كانت كتلة نارية كان ذلك الكوكب قد هرم، فتساقط حديده واختلط بنار الأرض وصار جزء. يعني هذا الإنزال بالمعنى المادي. نعم. يعني أنه فعلا لم يكن، وأعتقد كثير من المتحدثين عن الإعجاز العلمي تحدثوا عن هذه الناحية واعتبروها يعني من الإعجاز. لكن أستاذ علي أعذرني، أنت قلت قضية يعني في غاية الأهمية، العقل. نعم. الفرقان هو العقل، وبالتالي هل يعني ذلك إن لم يكن هناك كتابا مقدسا أن العقل يقوم بذلك المنطلق الذي يدعو الإنسان لأن يكون صادقا، لأن يكون أمينا، لأن يكون محسنا، هل يكون بمثابة ذلك البديل لمن لا وحي له، لمن لا كتاب له؟ نعم، وهذا ما تقول بقية الآية، تتحدث عن الذي يكفر بآيات الله. أنا لا أحفظ النص تماماً، هي الآية الثانية أو الثالثة من سورة آل عمران، تتحدث عن الذي يكفر بآيات الله، وآيات الله هي سواء جاءت بالتوراة أو القرآن أو الإنجيل أو العقل. لو نفكر دكتور بما يحدث في أوروبا مثلا، تركهم الله للعقل. الفلسفة اليونانية أثرت في البشرية ممكن إذا مش أكثر من الأديان السماوية الثلاث قدها. أنا لما بقرأ لمفكرين المسلمين جميعا تأثروا بالفلسفة اليونانية. صح. بعض ما قاله أفلاطون في جمهوريته نحن لم نصل إليه حتى الآن. في عمق غير شديد الصدق. طبعاً وفي عمق يعني. نعم، وفي إدراك للدقائق حركة المجتمع، إحنا ما وصلنا لسه. بنروح على الفلسفة الغربية، حتى الأدب الغربية، شكسبير جميع مسرحياته تدور حول قضايا من الكتب المقدسة، وبعضها أقرب للقرآن من كثير مما كتبنا نحن المسلمين. يعني مثلاً في هاملت، ما نحن نحكي بالصدق. نعم. هاملت هي لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. يعني هاملت كان متأكد أنه عمه قتل أبوه ورأى الشبح، لكن الشبح ليس دليل له علاقة بتفسير الصدق. صحيح. بدك إيش الدليل يمسكوه الناس يشوفوه، فهاملت ليس شبح. وتاجر البندقية ربما الجشع. نعم، الربا أو الربا والجشع وحب المال وحب. نعم. فبهاملت اضطر الأمير هاملت
أن يأتي بدليل يمكن الإمساك به. يعني موضوع شيق. نعم. أستاذ علي، نواصل حديثنا، وخاصة هذا الجانب الأدبي، كيف يمكن للأدب أن يحفز على القيم الأخلاقية وخاصة الصدق. أعزائي المشاهدين، نأخذ الفاصل ثم نعود إليكم. عدنا إليكم من جديد أيها الأعزاء، والحديث عن الأخلاق والدين. يعني أستاذ علي، الحديث عن العقل كدافع أو محفز للصدق، يعني إلى جانب الفطرة أو الجانب النفسي. نعم. أن الإنسان يحب الصدق من غير ما يدرك أن الصدق له تبعات على حياته أو على مستقبله أو على نجاحه في الحياة. فهل الصدق في معقولية؟ هل في منطق بالمصطلحات الأرسطية؟ نعم. هل الصدق يعني مقولة منطقية عقلية العقل يدعو إليها كما تدعو إليها النفس السوية؟ نعم بالتأكيد دكتور، هو يعني العقل والنفس هما مكونان للإنسان الواحد. يعني كل إنسان في رأسه عقل وله نفس وعواطف واحتياجات ومطالبات إلى آخرها، مما يصنع تكوين يعني قراره النهائي. العقل يدعو للصدق زي ما حضرتك تفضلت. إذا خدع إنسان وظن أن الكذب ينجيه فهو سيندم في الآخر. فالعقل يعني والنفس تتبع الفطرة، والفطرة تقول الصدق أقوى. إذن وهنا الحقيقة يظهر الإنسان العاقل والحكيم. العاقل والحكيم يصل لنفس النتيجة التي تأمر بها الفطرة. لذلك في أيضا في مجال الدراما والأدب يقولون أيضا فيه صدق وكذب في الموضوع. في الدراما وفي المناهج التربوية أيضا نحكم على الدراما أنها صح أو خطأ، صدق أو كذب. نحكم على هذا المنهج الدراسي أنه سليم وصادق أم أنه مضر بنتائجه. يعني مثلا في الدراما يجب أن ينتهي أي عمل أدبي بانتصار القيم العليا ومنها الصدق. لا يجوز أن ينتهي عمل أدبي بانتصار الكذب لأنه يفسد العقل. كذلك في التربية، في الدين، في المناهج يجب أن تكون المادة مما يشجع على الصدق وتربي على الصدق في النهاية، وإلا بتكون غير موافقة للغرض الذي وضعت من أجله، اللي هي الغايات العظمى. نعم. أو المقاصد الكبرى لدان نقول للأديان وللفلسفات، أنه لابد أن تلبي هذه الغايات الكبرى في النهاية. نعم. فهو ممكن زي ما تفضلت العقل يخدع صاحبه ويقول أنا بكذب هالكذبة وبنفد فيها. لكن هو يعني زي ما قالوها العامة، الكذب حبله قصير رح ينكشف. إذا كان كبير رح ينخزي. إذا كان ارتكب بسبب الكذب جريمة بده يتعاقب. المفروض يفكر بكل هذه الأمور ويعود إلى فطرته، أو يستفتي قلبه وأن أفتوه وأفتوه. هنا في مقولة للإمام الأوزاعي. نعم. يعني هو من الأئمة الكبار. نعم. رحمه الله، كان يقول لو أن مناد نادى من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. نعم. يعني حتى لو قال لك أنا توهمت أن هناك وحي أو أن هناك يعني شيء من يعني الإيحاء بأن الكذب حلال سأبقى متيقنا. هذه القضية أن نقطة الصدق هي نقطة أساسية لاكتشاف حقيقة التشريع. يعني هل يمكن أن نقول أستاذ علي أن المعيار الأخلاقي هو معيار يكشف مدى صدق هذه الرسالة أو تلك الرسالة؟ يعني مثل إحنا نختبر إنسان، فهذا الإنسان بيكذب، فبنعرف إنه إحنا لا نثق فيه. نعم. فإذا كانت هذه الدعوات الدينية، هؤلاء المصلحون، أدعياء الأديان، هذا الدين، هذا الكتاب المقدس أو غير في الأديان المختلفة، إذا كان معيار الصدق وهو معيار أخلاقي صحيح، فكأنه يقول بأن الرسالة صحيحة. هذه النقطة يعني أستاذ علي، هل الأخلاق هي معيار لمصداقية هذه الديانة أو تلك الديانة؟ قطعاً. وهذا ما يعني الحوار الدار بين هرقل والوفد التجار العرب اللي كانوا مع أبي سفيان، وهو يسألهم عن محمد. نعم. إلى ماذا يدعو؟ نعم. أيضا النجاشي قالهم إلى ماذا يدعو؟
ففي مقاله سواء كان أبو سفيان كنا قوما أهل جاهلية وبدأ نعم صحيح وهذا مقول الجعفر يعني جعفر المسلم جعفر صحيح وأبو سفيان الكافر قال نفس الكلام عن محمد أنه يدعو لمكارم الأخلاق إذن لا يمكن يكون كذاب جميل فالدين هو دعوة لمكارم الأخلاق احنا قد يصيبنا الوجه الآخر وقد يدعو لمكارم الأخلاق تزويرا وصيدا الآن يعني نلاحظ في دعوات تتظاهر لصيد أما ببراءة محمد وصدقه ببراءة الأنبياء القدامى الذين شهدت لهم مليارات البشر نعم مكارم الأخلاق الدعوة للقيم العليا دليل صدقهم طب يعني أستاذ علي في بعض الروايات يعني في رواية بتقول أنه الكذب يمكن أن يكون مثلا على الزوجة الكذب ممكن يكون في الحرب الكذب ممكن أن يكون يعني في بعض الظروف اللي هي مثلا في الإصلاح بين الناس أيضا أنه لا كذب إلا في ثلاث يعني هذه الرواية وإن كان في يعني إسنادها أنه صحيح ولكن أريد أن أسمع منك هل في حالات مخففة للكذب هل يمكن الإنسان أن يكذب في حالات معينة ويكون كذبه مقبول نعم هو سؤالين في حالات معينة سأجيبك لاحقا في كلام لأفلاطون وسقراط حكيم جدا وعليه أدلة من القرآن في حالات يعني قليل نادرة وليست لأمثالنا أما ردي على الحديث فهناك مقولة كريمة لعمر بن الخطاب بيقول في المعاريض مندوحة عن الكذب يعني افرض أنا بدي أبلغ زوجتي كلام مش صحيح فأوري يعني وهو غير لائق بين الأزواج يعني إذا أنا بعرف يا دكتور في بريطانيا وشايف بعيني الذي يكذب على امرأته أنا شايف بعيني ناس محددين من هذا في بريطانيا إحنا في الأردن ما هذا بيكذب على امرأته الحمد لله إحنا كلنا صادقين يكذب على امرأته بفكر ساعة ساعتين بيقول شو اللي عملته على طول بروح على عيادة الأمراض النفسية مش طبيعي بعتبر نفسه مريض إذا بيكذب على زوجته نعم إذا كتب على زوجته بعتبر نفسه مريض ويطلب من الطبيب معالجته ويبدأ الطبيب معالجته على أنه مريض فعلا وبده يعني يستقصي الأمر يصبره غور هذا الرجل يعرف وين النقطة اللي خلته يكذب أيوة فالكذب غير مقبول أبدا يعني إذا قبل عن كل لكل الناس بصيرش أكتب على زوجتي يعني أنا الإنسان اللي قدامك في حياتي أسرار لا يعرفها أحد إطلاقا إلا زوجتي نعم يعني هي أقرب إنسان مستودع الأسرار وهي ما زال هي بتسترني وبتكتم عني وما زال أنا مش عامل عمل دنيء نعم فأنا بطلعها على كل أخباري لا. افرض تعرفت لشيء هي تعرف مين عدوي مين صديقي ماذا فعلت مع فلان مع ماذا معي فلان فإذا جاز لي أن أكذب على كل البشر لا يجوز لي أن أكذب على زوجتي والكذب على زوجة هو أدنى أنواع يعني أدنى الأخلاق إذن يعني ربما هي نأخذها في حالات جدا مخصوصة يعني أنا أظن أن الحديث يعني غير صحيح دكتور يعني معناه ليس أنا أفضل عدم الدفاع عنه وعدم تبريره نعم يعني ربما هي الرواية فيها إشكال دكتور والله يعني أنا أكثر واحد بدافع عن البخاري نعم وبقول عنه أصدق وأنا صادق نعم هو أصدق كتب الحديث لكنه ليس صحيحا ليس قرآنا لحبنا وإجلالنا الكبير أكيد فحدث لبس في ديننا بدي أرجع للسؤال الثاني لحضرتك سألته الكذب مقبول في حالات حقيقة في كلام حلو جدا لسقراط وأفلاطون وحلو نحكي الآن مشان مش كل واحد يكذب يقول ما هو فلان أفتى بالكذب ما هي الحالات هي حالة واحدة يجوز للحاكم أو الملك أن يقول غير الحقيقة لحماية مصالح وطنه أو الانتصار على أعدائه بس أنا مش منشان أكسب شلن من تاجر أكذب عليه ليست هذه أستاذ علي تشبه الرواية يعني عندما تقول مثلا في الإصلاح وفي الحرب في الإصلاح يعني أليس كمان الحرب الحديث بيقول نعم إنه طبعا في الحرب أما بس أنا دايما نحكي لكن موضوع الزوجة دايما طب إذا كانت زوجة يعني مشكلجية وزوجة يعني في حالة معينة وإذا قلت لها كلمة الصدق ممكن تعمل لك مشاكل يعني بدك تروح تزور أختك مثلا وهي إذا زرت أختك مش راح يعني من لشهر مش راح تمشي لك الموضوع ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يعني قد يكون السياق سياق الرواية له سياق يعني معين ممكن هو يعني زي ما الرجل اللي كذب على امرأته فذهب للعيادة النفسية نعم ليستخلص جرثومة الكذب من قلبه ومن نفسه ومن عقله
أيضا هو اضطرار إن أكذب على زوجتي، معناته في انحرافات أخرى، أخطاء أخرى أنا ارتكبتها أو ارتكبتها بيئتي أجبرتني أكذب على زوجتي. وحتى هذا بنقول له كما قال عمر، جميل. في المعارض مندوحة عن الكذب. أستاذ علي أبو زريق، نواصل حديثنا الشيق الحقيقة معكم. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من جديد أيها الأعزاء. وضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ علي أبو زريق. أستاذ علي، يعني سأبدأ من مقولة يمكن كلنا بنعرفها في مجتمعاتنا، اللي بكذب الله بحطه بالنار، اللي بكذب بصير له كذا. هذا الأسلوب يعني قد ربما ينجح مع الأطفال، ولكن تعتقد التخويف من الكذب هل هو أسلوب للترغيب أو لبناء القيم، قيم الصدق في النفوس تربويا؟ هل بناء الصدق هو هذا هو طريقه؟ يعني هو الأدباء والأكاديميين الشعراء كتبوا كلاما جميلا وكثيرا في تمجيد الصدق والنهي عن الكذب. إذا عرف الإنسان بالكذب يزل لدى الناس كذابا وأن كان صادقا، تحذير عظيم جدا من الكذب. حكاية التخويف والترغيب في التوجيه هي تختلف من أمة لأمة ومن بيئة لبيئة من إنسان لإنسان. في التوراة كلمة لطيفة جدا، ليست عن موضوع الصدق، عن موضوع آخر اللي هو النظافة. ربنا يتعامل مع ناس أبناء أنبياء، بهذه الأيام كانوا هم الأكثر تمدنا وتهذيبا، بيدعوهم للنظافة، ما قال لهم مش غسلوا إيديكم قبل الأكل، قال مدح المؤمنين الذين لا يأكلون مع الكفرة الذين لا يغسلون أيديهم. يعني أنت أيها اليهودي الصالح مش ممكن تأكل مع كافر بغسلش إيديه، إذن شو معناته؟ أنت ذكرتني مثل، إحنا في مثل شعب بيقول كل مع الكافر ولا تأكل مع طويل الأظافر. نعم، وكأنه يعني قريب من هذا المعنى، هي ذاكرة الأرض هذه. فهذا التوجيه اللطيف جدا بجيب نتيجة مع الناس المهذبين المتمدنين. يعني مثلا شفت واحد بيعمل عمل مش لائق، تقول والله أنت، أنا يعني رجل محترم مهذب، والله لا يليق فيك، فيرتعد. بس في ناس لا، بتسهل تقول له هذا غلط. يعني يدرك نعم، معنى الغلط، فاهم عقليا نعم معنى الغلط. حقيقة يعني حكاية أن يتحول إنسان من كاذب إلى صادق، من شرير إلى طيب، ممكن بالتوجيه. التوجيه يجب أن يكون شمولي ويراعي نفس اللي بدنا نحكي معه. بما أنه حضرتك ذكرت الأطفال، الأطفال يميلون للكذب بالمناسبة. والسبب الخيال، هو مش قصده. نعم، عنده خيال خصيب الطفل، بحب يشعر انه كبير، فبصير يخترع قصص، يخترع بطولات، يخترع امجاد. فلا نعاقبه هذا، بما انه يعني حضرتك سالت عن الطفل، الطفل لا يؤخذ بالعنف، لا يؤخذ بالتأنيب، بالعكس يؤخذ بمنتهى اللطف والصبر عليه، الصبر عليه. وقد يستمر بالكذب حتى اخر مرحله المراهقه، حتى العشرين. طبعا بتخف درجة الكذب، بصير يكذب لما يخاف، لما يطمع. أيضا ممكن تخليصه منها بالتي هي أحسن، بالمواعظ الحسنة، بآيات القرآن، جميل، بالشعر الجميل، بالتذكير من باب التعريض. حتى يكون نعرض، نحكي قصة أنه فيها كذب فحدث له كذا، يعني كما يفعل الأدباء. لكن أنا لست في يعني موقع أقدر أن أفتي في أنه بودع النار أو بوديش على النار. أنا من كم يوم قلت لحفيدي بودع النار، أمه قالت له، أمه قالت لي لا عمو، يعني بكير على النار، بكير نودع النار. لأنه مفهوم النار أصلا مش واضح في ذهنه. نعم، يعني بالتالي الطفل لما تقول له بتروح على النار، هو مفهوم العقاب الإلهي والقضية العقائدية، كيف أنا بدي أقول له إنك ستذهب إلى النار وهو نفس المفهوم العقائدي مش واضح في ذهنه؟ طب أستاذ علي، في قضية في غاية الأهمية حقيقة، اللي هي يعني في خواتيم سورة المائدة. عندما قال الله عز وجل في سياق الحوار مع المسيح عليه السلام، فبقول بعد قول المسيح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله، وهنا السؤال، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا قد جعل الله عز وجل
دخول الجنة، النجاة، الخلاص مربوط بالصدق. ولم تقل الآية هذا يوم ينفع العابدين عبادتهم أو يوم ينفع كذا المتقين، أو لماذا خصص الصدق وقال الله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ لأنه الصدق هو محصلة كل الفضائل اللي حضرتك تحدث فيها. جميل. يعني الصدق هو الإيمان بقوة، الالتزام بالحق، التوجه إلى يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني عبادة الله قضاء حكم صحيح 100%. العبودية، عبودية الإنسان لله، هي قمة الصدق، إنه هو الرب وأنا العبد، إذن من الصدق أن أعبده. في قصة حديث لسيدنا محمد من باب يعني يشبه الأعمال الأدبية الجميلة، أنه أتاه شخص يرتكب عدد من الذنوب، قد لا يسمح الوقت بذكرها بالتفصيل، ومنها الكذب. فقال له يعني انهني عن صفة واحدة ما بقدرش عليهم كلهم كي يعني أقترب من الله. قال له لا تكذب. جميل. لأنه مازال ما بيكذب، ما راح يزني، ما راح يسرق، لأنه سيسأل. صح. ما راح يقتل، ما راح يسب، ما راح يغتاب. فالصدق هو حارس القيم. هو حارس القيم الإنسانية العليا جميعا، وهي نفس الإيمان بالله. يعني هو حارس أيضا الحق الأعظم في هذه القيم، هو حق الله بأن نؤمن به وأن نعبده. جميل جميل. يعني طب دكتور، الصدق يمكن نقول فيه عنده عدة محاور، يعني صدق الإنسان مع نفسه، وصدق الإنسان مع غيره من الناس، وصدق الإنسان مع الله أيضا، ولكن أيضا صدق الحاكم والمحكوم، الشعب والسلطة. يعني هذه العلاقات الأربعة للصدق، أنا بشعر اليوم أنه يمكن مشكلتنا الكبرى في وجود نوع من الشك بين كثير من الشعوب والسلطات السياسية والحكومات. يعني صار هذا الشك وكأنه ينتج عنه نوع من التكذيب. يعني حتى الحكومة لو عملت شيء منيح بقول لك لا هذول قصدها كذا وكذا. يعني هذا النوع من الشك والتكذيب الاجتماعي، يعني صار كأنه خلق اجتماعي وله أبعاد سياسية. يعني كيف يمكن المجتمع يتقدم وهو عنده نوع من الشكوك المتبادلة أو الشكوك في سياق الوضع الاجتماعي والسياسي؟ هذه محصلة تاريخنا. نعم. أقصد الجزء البغيض منه. يعني إحنا تقريبا منذ القرن الثالث الهجري حتى الآن نحكم بواسطة الغرباء والغريب، حتى لو كان مسلم، حتى لو كان نبي. نعم. لن يغار علينا، لن يغار على مصلحتنا، لن يغار على أعراضنا. يعني إذا بتذكر كان الدراميين السوريين يقدموا مسلسلات عن العهد العثماني. صحيح. بكثرة كانت تعترض تركيا. كانت النقطة المشتركة بين كل المسلسلات إنه هذا اللي جاي يعني رئيس مغفر من تركيا أو قائم مقام أو مجرد ما يجي بيخبوا نسوانهم. نعم. لأنه مش مؤتمنين على الأعراض. على أعراضنا. إذا كان مش مؤتمنين على أعراضنا، أيضا مش مؤتمنين على فلوسنا، مش مؤتمنين على أموالنا، مش مؤتمنين على ثقافتنا، فإحنا الشك صار ريس ميموري، آسف يعني صار ذاكرة الأجيال العربية، لأنه إحنا حكمنا من قبل غرباء. أجانا الآن حكام وطنيين مع بداية أو منتصف القرن العشرين، والنفسية بقيت. ثانيا نحن نحكم في من موقف ضعف. يعني الآن في كذا قضية على الأرض العربية ما في إجماع عربي، ما في قوة عربية تقدر، أنا ما في عربي برضى نظر القدس يجري بها ما يجري، ما في عربي لا مسؤول ولا مواطن برضى أن تبقى فلسطين محتلة، ما في عربي برضى أن يحدث في سوريا ما يحدث والعرب مغيبين. صحيح. لكن ما حد قادر يعمل شيء. مش قادرين لأن الشعوب ليست حية. يعني قبل ما نلوم الحاكم نلوم حالنا. وأستاذ علي، يعني تمنيت أن يكون هناك معنا وقت أطول الحقيقة، لأنه هذا البعد الاجتماعي والسياسي للصدق هو الذي سوف يجعل المجتمعات تتقدم، هو الذي كان يحلم به الفارابي في مدينته الفاضلة، وهو ربما الذي تحدث عنه أفلاطون أيضا، هذا البعد الأخلاقي الاجتماعي السياسي. أستاذ علي أبو زريق، لا يسعنا إلا أن نشكرك شكرا جزيلا فعلا على هذه الإضاءات والإشراقات، وأنتم أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، أستدعكم الله.